أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم إياك نعبد، لك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. أسأل الله العظيم كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله عز وجل حدد غايات ومقاصد الناس في هذه الحياة، فبين أن قوما هدفهم في هذه الحياة الأكل والشرب والمتعة الزائلة، فقال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وبين أن قوما هدفهم في هذه الحياة إيقاد الشرور وإحياء المفاسد في الأرض، فقال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وبين أن قوما هدفهم من هذه الحياة الزينة والعرض الزائل، فقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أما المؤمنون الصادقون فقد نزههم الله عز وجل من كل هذه الصفات، ونزههم من كل هذه السمات، فقال عز وجل موضحا مهمة المسلم في الحياة في آخر سورة الحج، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.